شيقة جدا. أستاذ صلاح صالح عضو النقابة العامة زميلنا، أستاذ في المرافعات وفي المدني، وإحنا حاسين إن إحنا ما إداناش الباب ده حقه قوي. وفي بعض منكم كلمني على الموضوع ده، إحنا النهارده بس قبل ما هنبدأ المحاضرة هنقول كلمتين بس. طبعا احنا كلنا معنيين بشأن بلدنا ومعنيين بالتطورات اللي هي موجودة على الساحة العالمية والإقليمية واللي بتأثر علينا. طبعا الأحداث اللي بتمر بها بلدنا مصر، احنا خلي بالكم عالميا احنا على شفا حرب عالمية تالتة دلوقتي، يعني من الأحداث اللي بتحصل دي والتطورات اللي بتحصل والخطط اللي بتدبر ضد بلدنا. بلدنا الحمد لله دلوقتي في نصات الدول المتقدمة وعلاقاتها بالدول العالم كلها ما شاء الله كلكم عارفين، ولكن في قوة برضو يعني طول عمرها عايزة تنال من مصر. لما هتيجوا تلاقوا من 3 أيام أصدر الرئيس الأمريكي قرار بضم هضبة الجولان السورية لإسرائيل، طبعا ده منتهى الخطورة. قبل كده ب3 شهور أو 4 شهور نفس الرئيس الأمريكي أصدر قرار باعتبار القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، عاصمة ومش كده وبس، وأصدر قرار بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس الشرقية. يبقى هو هنا كله تأمين إسرائيل، بس على حساب مين؟ على حسابنا، على حسابنا. لو أنتوا قريتوا التاريخ أو أنتوا درستوا التاريخ، كلنا درسنا التاريخ، لما تيجوا تلاقوا لما صدر قرار من وزير خارجية بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، كان سنة كام؟ وعد بولفور. وعد بولفور كان سنة كام؟ طيب، قال في القرار ده ليه أسبابه، وكل رئيس أمريكي بيجي بيبقى عليه واخد في المدة اللي هيحكم فيها أمريكا دورتين بينفذ بنود معينة لصالح إسرائيل. الرئيس اللي قبل كده طبعا شفتوا عمل ايه، فوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، وزيرة خارجية أمريكا اللي جت هنا وزارتها، والرئيس الأمريكي جه ادعى الإسلام وراح خطب في الجامعة الأمريكية وأشاد بالإسلام والكلام ده كله، وهم كانوا بيدبروا للأحداث اللي حصلت في الدول العربية والثورات دي اللي وصلنا ليها دلوقتي زي ما شفتوا. دول كل الدول اللي انتم شايفينها دي قلاموا مشردين، سابوا بيوتهم، سابوا بلدهم وعايشين زي ما انتم قلت. الأمر مش كده وبس، هم قالوا إن إسرائيل إسرائيل هتبقى من النيل للفرات، من النيل للفرات. ده بيتطبق على مدار سنين. هم وصلوا دلوقتي المرحلة خلاص داخلين على النهاية. النيل والفرات، هم وصلوا الفرات في العراق، نهر دجلة والفرات. طبعا العراق شفتوا اللي حصل لها، ودلوقتي قوات إسرائيلية أمريكية قاعدة في العراق خلاص، مقيمين واحتلال ومش كلام. دخلوا على سوريا لما أصدر قرار باعتبار الجولان جزء من ممتلكات إسرائيل. والقدس الشرقية اللي هي كنا بنقول إن لما بنطالب بإن عودة الأرض الفلسطينية إلى حدود ما قبل 67، ما قبل 67 دي القدس الشرقية دي ده فلسطين. طبعا هو النهاردة القرارات دي كلها طبعا لا بتستند لقانون دولي ولا بتستند لأي حاجة، إنما منطق القوة. يعني ده بيفكرنا بالقرار اللي صدر من وزير خارجية بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود، هو ده نفس الوقت اللي بيحصل. فاضل إيه؟
هم وصلوا الفرات، وصلوا العراق، وصلوا سوريا. النيل ده فين؟ عند مصر، عندنا احنا. النيل ده عندنا. ولكن مصر استحاله، استحاله اني تسمح لان يطع قدم اي مواطن سواء امريكي او اسرائيلي او اي دوله ارض مصر. الحمد لله احنا عندنا جيش، جيش دلوقتي مصنف عالميا من ضمن اللي يمكن 7-8 الاولانيين، وعندنا في القوات المسلحه تخصصات هي الاولى في العالم، مصر فيها الاولى في العالم. فاللي بيحصل ده احنا نكون مفروض ملمين بيه، لان ده مستقبلكم، ده انتوا اللي جايين. التطورات دي ينحافظ على بلدنا علشان تبقى مستقرة، تبقى آمنة، تبقى متقدمة زي ما احنا ماشيين دلوقتي. واحنا الحمد لله عندنا دلوقتي الجيش بتاعنا اعظم جيش شرطة. طبعا فين القوات المسلحة اللي بتعملوا ايه دلوقتي؟ احنا في الفترة دي احنا اشد من الحرب، لان احنا بنحارب عدو مختفي مش ظاهر، فده من اصعب الحروب. انما بقى النهارده احنا عايزين في تداعيات موجوده في بلدنا لازم نحافظ عليه، ولازم انتوا تشاركوا فيها، لان هم ما هو انتوا ما هي المحامين احنا كلنا كده، احنا معنيين اولا بالشان القومي في المصلحه العامه بكل ما يدور بالنسبه لبلدنا وعلاقاتنا بالدول. واي حدث لازم احنا اذا كان ده او علاقه او معاهده احنا ابرمناها فيها اجحاف وحقوق مصر بنوقف ونقول لا. وطبعا انتوا عارفين الاشاعات الايام دي كتير، لكن احنا منوط بينا احنا بقى ان احنا ندافع عن بلدنا كلنا. احنا هنا بنحارب، الجيش بيحارب، شرطه بتحارب، كل واحد عليه دور. احنا كلنا بنكون الشعب المصري. فطبعا عندنا استحقاقات جايه، عندنا تعديلات دستوريه، وانتم المستفيدين. انا بتكلم على الجنب ده، انتم المستفيدين من التعديلات الدستوريه اللي هي المراه على حساب ده، بس احنا موافقين ماشي. يعني انتم خدتوا بقى اصبح لكم دستوريا حق في المجالس النيابيه وحق الربع، يعني 150 مرأة هيبقوا في المجلس، مجلس النواب. ده دستوري بقى خلاص، مش كلام يعني، مش لا هم لازم يقول 150. ايوه ماشي بيه. مجلس الشيوخ نفس الوضع. احنا بقى عشان نقوي ده لازم نحافظ على بلدنا. الاستحقاق الدستوري جاي، لازم نطلع كلنا نشارك. اطلع شارك زي ما انت عايز، كله يطلع نشارك زي ما هو عايز، زي ما انت عايز. احنا مش في مجال انتخابات هنقول ده ولا ده، لا، احنا هنا استقرار بلدنا. عشان بلدنا تستقر يبقى احنا مطلوب التعديلات الدستوريه دي. انتوا كل مواد، كل 11 ماده اعتقد كلكم عارفينها، وكلها مواد مهمه، لان الدستور 2017 معلش يعني ما كانش هو الفتره دي، لان القائمين على اعداد الدستور المفروض يكونوا رجال قانون، فقهاء في الدستور. طول عمرنا كده اللي بيعدوا الدستور فقهاء القانون الدستوري وما يستعينوا به. انما احنا النهارده في 2014 كانت عمليه ايه؟ من كل فيلم اغنيه، لا لهم علاقه بالقانون ولا لهم علاقه بالدستور، وجايين يشرعوا دستور. ولذلك افرض الدستور عن مواد لا تتفق تماما مع مقتضيات الوطن، افرز مواد دستوريه معلش يعني مش لمصلحه البلد خالص. فالنهارده احنا ابتدينا نعيد. وبعدين خلي بالكم احنا لما الدستور ده طلع بجد يعني احنا موجودين، احنا نفسنا ما كانش عاجبنا الدستور، مش هو ده الدستور، مش هو دستور مصر ده اللي بقى، مش ده، مش دي مواد الدستور اللي تحكم مصر. وانتوا عارفين ان الدستور ابو القوانين،
كل القوانين لازم تبقى متفقه مع الدستور. فالامر ده احنا بنعيده النهارده، استوعبنا الدرس، هنبدا اللي بنطلبه كلنا نخرج في تعديلات الدستور، حافظ على بلدنا في تعديلات الدستور، اقروا المواد اللي هي ال 12 ماده اللي هم موضوع التعديل الدستوري. لو هم مش معاكم هنجيبهم لكم، ولازم تخرجوا، وما كانش المحامين تخرج من اللي هيقفل ما ينفعش. المهم يعني دي ايه لمسات اخيره كده حسب اللي هو موجود في الساحه العالميه دلوقتي والمحليه. فاحنا هنبدا بقى المحاضره بتاعه المرافعات مع الاستاذ صلاح، هيخرج لنا المرافعات بالمدني. وبعدين انا لما بجيب محامي، خلي بالكم، يدي محاضره، فبيدي محاضره عمليه مش اكاديميه، بيدي محاضره عمليه لان انتم محامين، فلازم يبقى المحاضر محامي والمتلقي محامي، يبقى هنا وصلنا للغرض اللي احنا عايزينه، للغرض اللي احنا عايزينه. فعايزين الكلام، عايزين الاستاذ حاضر يعني. وبعدين بقى اللي هيتكلم والمحاضره هتبدا يبقى فيه، انا عينيا شايفه الكل والله العظيم، هقوم يعني هعمل اجرائي. هنبدا دلوقتي مع الاستاذ صلاح، واللي عايز يسال في حاجه يكتبها ويجيبها لنا، عشان يبقى ايه، يبقى احنا كده مفيش عندنا تقصير، واضح كده ان التقصير من عندكم في الكلام. اتفضل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة من خلال ما لمسته من استفادة لزملائنا وإخواتنا وأبنائنا من هذا المعهد، ورغم أني ضمن أعضاء المجلس فإني أوجه إليه التحية لأنه فعل ذلك المعهد محراباً للعلم، كما أوجه التحية لكل من الأستاذ حسين الجمال مقرر المعهد والأستاذ إسماعيل طه مقرر المعهد على ما يبذلوه من جهد في سبيل تنظيم تلك المحاضرات لإفادة الزملاء. رحب بالأستاذ راشد الجندي عشان ده حضرتك. كما أرحب بالأستاذ راشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة والذي حضر الآن، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي يمر بها العالم، والذي أوجز في جانب منها الأستاذ حسين الجمال، أنتم طلائع الأمة وفخر نقابة المحامين، عليكم دوراً كبيراً في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم، وأن المجتمع الذي تسود فيه العدالة يكون مجتمعاً مستقراً، والاستقرار هو أساس النماء والتقدم والازدهار. حضرات السادة، أن الرسالة التي تقومون بها أو يقوم بها المحامي عموماً هي رسالة عظيمة، رسالة جليلة، لذا قيل فيها ما قيل ولم توفى حقها.
فهي عريقة كالقضاء ومجيدة كالفضيلة، وهي العمل الذي يختلط فيه تحقيق العدالة مع تحقيق الثروة. إذن فلا بد أن يكون القائمين عليها لهم مواصفات خاصة، فالمحامي يومياً يذهب من دائرة إلى أخرى ويمثل في العديد من القضايا مدافعاً من أجل وصول الحقوق إلى أصحابها، بل وفي أوقات راحته أيضاً لا يستطيع أن يستريح، حيث يهلع إليه أصحاب المشاكل ليعرضونها عليه للتخفيف من تلك الأعباء عليهم، ويكون ذلك بالنسبة له سعادة لأنه يحمل هموم الآخرين. لذا قيل عنه أن المحامي هو غني بلا مال، ورفيعاً بلا منصب، وسعيداً بلا ثروة. المحامي والمحاماة قرينان، المحاماة رسالة عظيمة، والمحامي هو القائم عليها. اعلموا حقيقة أنفسكم، اعلموا حقيقة أنفسكم، وارفعوا هاماتكم، وحققوا العدالة، ذلك هو واجبكم. تلك كلمات قصيرة أردت، لا ما أنا قلت أن المحاماة هي التي يختلط فيها أو يندمج فيها أداء الواجب والبحث عن الثروة، ولكن المحامي حتى لو لم تأتي إليه ثروة يكون سعيداً، لأنه يحقق العدالة للآخرين. المحاماة قيل فيها ما قيل ولكن ولم توفى حقها، فقال فيها العظماء، فقد قال ملك فرنسا: إن لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً. وقال السيد المستشار الجليل الكبير عبد العزيز باشا فهمي، أول رئيس لمحكمة النقض، أن المحامون مبدعون والقضاة مرجحون. قدم المحامون على القضاة رغم أنه قاضياً ورئيساً لمحكمة النقض. لم نقف عند هذا الحد. الدستور المادة 198 قالت إيه؟ المحاماة شريكة القضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وليس ذلك فحسب، والدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم. إذن لكم أن تفخروا بأنكم محامون. ويجب على حضراتكم أن تحافظوا عليها وتحافظوا على اللقب الذي صرف لكم دون سواكم إلا بعلم غزير. الدكتور في الجامعة لا يلقب بالأستاذ إلا بعد فترة طويلة من الدراسة والعلم. المحامي صرف له لفظ أستاذ، علينا أن نحافظ عليه ونعطيه قدره، نعطيه قدره بالعلم وبالأمانة وبالجهد الوفير. حضرات السادة،
أن عصب العمل القضائي هو الدعوة. هو الدعوة. ما هي الدعوة؟ هي الدعوة هي التي يقيمها صاحب الحق على من لديه الحق، يقيمها أمام المحكمة بهدف العصول على حقه، اسمها الدعوة. فالدعوة هي عصب العمل القضائي. كيف تكتب الدعوة؟ الدعوة لها عناصر لا بد من توافرها: اسم المدعي ولقبه وعنوانه، اسم المدعى عليه أو المدعى عليهم ولقبهم وعنوانهم، موضوع الدعوة، إيه الموضوع؟ يعني مثلا المظلمة بتاعتي أو المشكلة بتاعتي بصيغها، بقول إيه المشكلة الموجودة في أرض الواقع عندي، والقانون بيقول إيه، وأنا بطلب إيه، ببساطة كده يعني. ده اسمه موضوع الدعوة، بيشرح دون إسهاب ويؤيد بالمادة القانونية في القانون، لأن المادة القانونية رقم كذا بتقول كذا. وإذا بقى يعني كنا مطلعين أكثر نقول محكمة النقض قالت في الموضوع ده كذا، نذكر حكم أو حكمين. ده اسمه موضوع الدعوة. ثم ننتهي في النهاية بالطلبات، ننتهي في النهاية بالطلبات. أنا طالب من المحكمة تحكم لي بإيه. بعد ما نرفع الدعوة طب هنرفع الدعوة فين؟ يبقى هنتعرض لحاجة اسمها الاختصاص. الاختصاص عندنا اختصاص محلي وعندنا اختصاص قيمي. احنا عندنا في النظام القضائي في النظام القضائي العادي محاكم جزئية ومحاكم كلية ومحكمة استئناف عالي ومحكمة النقض. محكمة جزئية ومحكمة كلية ومحكمة الاستئناف العالي محاكم موضوع، أما محكمة النقض فهي محكمة قانون. طيب بنرفع الدعوة فين؟ الاختصاص فين؟ القانون بيقول إذا كانت قيمة الدعوة 40,000 فيما أقل، لا تزيد عن 40,000، فهي من اختصاص المحكمة الجزئية. أما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 40,000 فهي من اختصاص المحكمة الكلية. طيب ده الاختصاص القيمي. طب الاختصاص المحلي، الاختصاص المحلي فين؟ هو الاختصاص المحلي طبعا مش موطن المدعى عليه بس. هنا بقى هنقول هناك دعاوى العينية العقارية والدعاوى العقارية الشخصية والدعاوى الشخصية. ايه الدعاوى العينية العقارية؟ هي الدعاوى التي يستهدف منها بتعديل الملكية او انقاصها او زيادتها او اي دعوى خاصة بالملكية، دي اسمها دعاوى عينية عقارية. الاختصاص فيها بيكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، المحكمة التي يقع في دائرتها العقار. أما الدعاوى الشخصية ترفع فين؟ في موطن المدعى عليه. طب الدعاوى الشخصية زي ايه؟ مظبوط، زي دعوى صح التوقيع، دي دعوة شخصية، لأن المطلوب فيها إن احنا نقول إن التوقيع ده صحيح ولا مش صحيح. أما الدعوة العينية العقارية زي دعوة صحة ونفاذ، إثبات ملكية،
طيب أما بقى النوع الثالث اللي هي الدعاوى العينية أو العقارية الشخصية، دي بيبقى الاختصاص بتاعها فين؟ لا مفيش أول، بيبقى في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار. زي ايه؟ زي دعوة ايه؟ زي دعوة التسليم، انا بطلب فيها تسليمي عين تسليمي كشخص عين معينة، يبقى برفع الدعوة فين؟ في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار او العين، كما من حيث الاختصاص المحلي اللي هي الذي يقع في دائرتها العقار او موطن المدعى عليه. طيب هنروح المحكمة الكلية او الجزئية ازاي؟ الا لازم نقدر قيمة الدعوة عشان نعرف هي قيمتها اكتر من 40,000 ولا اقل. نحددها ازاي؟ القانون قال، لا انا مش بسال، انا مش بسال، ولسه ما جلاش في مقام الاسئله. العقارات المبنيه، العقارات المبنيه بيبقى مفروض عليها ضريبه، نحدد قيمه العقار بايه؟ بالضريبه المفروضه عليه. طب قد ايه؟ 500 مثل، 500 مثل للضريبة المفروضة على العقار. ده بالنسبة للعقارات المبنية. طب الأرض الفضاء 400 مثل، 400 مثل. يعني أنا الأرض مفروض عليها ضريبة مثلا 100 جنيه، مفروض عليها ضريبة 100 جنيه، وهي أرض فاضية، يبقى قيمتها قد إيه؟ يعني هنضرب 100 في 400. أما لو مبنية هنضرب 500 في 100 أو في قيمة الضريبة. يبقى بالشكل ده حددنا قيمة الدعوة عشان نروح الكلي ولا الجزئي. طب ما في عقارات مش مربوط عليها ضريبة، هنتصرف ازاي؟ بنرفعها بقى كلي او جزئي، والمحكمة هي صاحبة الاختصاص في تقدير قيمة الدعوة، تحلها للخبير، تطلب اوراق من جهات في الدولة. يبقى إذن العقارات التي لم يربط عليها الضريبة من أجل أن نحدد قيمتها بترفع، والمحكمة بتتولى تقدير قيمة الدعوة. طيب دعاوى الملكية، الدعاوى الخاصة بالملكية، كيف نحدد قيمة الدعوة؟ بنحددها بقيمة العقار. شوف قيمة العقار قد ايه. طب الدعاوى الخاصة بحق ارتفاق على العقار كيف تقدر قيمتها؟ بتقدر قيمتها بربع قيمة العقار. هذا لا، ما هو انا حسب معلوماتي ان المحاضرة اليوم للجيزة والأليوبية، والجيزة والأليوبية يعني ايه؟ يعني فيه قرى وفيه أراضي زراعية، ولازم هنكون عارفين حقوق الارتفاق، ولا مش عارفينها؟ عارفينها؟ قولها برضه. حق المرور، حق المطل، دي حقوق. مثلا انت علشان تفتح مطل، تفتح شباك، بيبقى ليك حق ارتفاق.
على جارك علشان تروح الأرض الزراعية بتاعتك وتمشي على البتن، مش اسمه البتن برضو ولا اسمه ايه؟ أو الحد. هروح الأرض بتاعتي ازاي وهي قدام؟ فلازم أمشي على الحد اللي بيني واللي بين الجيران لغاية لما أوصل للأرض بتاعتي، ده اسمه حق المرور. وتلك الحقوق كثيرة، وإنما ما أذكره على سبيل المثال. طب لو حق الارتفاق ده حد حب يمنعه عني وهرفع دعوة، كيف تقدر قيمة الدعوة؟ بربع قيمة العقار. طب إذا كانت الدعوة تستند إلى أسباب قانونية عدة أكتر من سبب قانوني، اللي أنا بتكلم فيه ده أنواع، يعني إيه؟ يعني أنا رافع دعوة صحة ونفاذ، وبعدين رافع دعوة إثبات ملكية لجزء آخر، يعني هناك أسباب قانونية عديدة. كيف تقدر قيمة الدعوة؟ تقدر قيمة الدعوة في تلك الحالة بحسب كل طلب. أما إذا كانت الطلبات تستند إلى سبب قانوني واحد فتقدر الدعوة وفقاً للطلب الأول. عرفنا بقى إزاي بنقدر قيمة الدعوة علشان نروح المحكمة الجزئية ولا المحكمة الكلية. فهمناها دي ولا أقولها تاني؟ تقدر قيمة الدعوة ب500 مثل للضريبة المفروضة إذا كانت أرض مبنية، وب400 مثل إذا كانت أرض فضاء، وإذا كانت إذا كان العقار لم تفرض عليه ضريبة بيتولى القاضي تحديدها. الدعاوى الخاصة بالملكية بتقدر قيمتها وفقاً لقيمة العقار، الدعاوى الخاصة بحق الارتفاق ربع قيمة العقار. إذا كانت الدعوة تستند إلى أسباب قانونية متعددة تحدد لكل طلب رسم، أما إذا كانت تستند لسبب قانوني واحد بيحدد لها رسم واحد. عرفنا كيف تقدر قيمة الدعوة، وعرفنا الاختصاص القيمي والاختصاص المحلي. القيمي قلنا الدعوة اللي أكتر من 40,000 اللي هي بترفع عن المحكمة الابتدائية، واللي أقل من 40,000 بترفع عن المحكمة الجزئية. وقلنا المحلي إما في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار اللي هي الدعاوى العينية العقارية أو الدعاوى الشخصية العقارية، وقلنا إن موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الشخصية. قلنا كيف تقدر قيمة الدعوة، قدرنا كتبنا الدعوة وقدرنا قيمتها ورحنا المحكمة المختصة محلياً وقيمياً عشان نرفع الدعوة. نرفع الدعوة ازاي؟ كتبنا الدعوة زي ما احنا قلنا، بنكتب الدعوة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم زائد، يعني عدد المدعى عليهم مرتين. كان زمان بيبقى مرة واحدة، دلوقتي مرتين. يعني لو المدعى عليهم 4 بقدم 8 صور زائد الصورة بتاعت الجدول يبقى 9 زائد الأصل يبقى 10. طب ليه صورتين لكل معلن إليه؟ ليه؟ علشان المحضر لما بيتوجه للإعلان إذا لقى المعلن إليه بيعلنه،
أو لا أحد تابعيه بيعلنهم. طيب ما لقاش حد أو لقى المسكن مغلق بيروح يعلنه فين؟ في جهة الإدارة في المدينة أو عند شيخ البلد في القرية، وبيسلموا، كان زمان بيسلموا ورقة قد كده. فشغل المحضرين والرغبة في عدم إعلام المدعى عليه بأمر الدعوة كان ممكن بيحطوا ساعات ورقة فاضية. فالقانون يتعدل؟ لا، بقى يتحط في الظرف صورة من الصحيفة زائد الصورة اللي اتسلمت في الاسم أو عن شيخ البلد. طب الصورة بتحط في الظرف دي بتاعت ايه؟ المحضر لما بيعلنش الشخص لشخصه أو في محل إقامته مع أحد تابعيه ويروح يعلنه في جهة الإدارة، بيبعت له جواب مسجل بعلم الوصول في خلال 24 ساعة. يعني معنى كده وانت بتستلم الإعلان من المحضرين لازم تبص عليه تشوف المحضر أعلن لشخص المعلن إليه، هتلاقيه ماضي تحت. لا، ده أعلنه مع زوجته، مع ابنه، مع بنته، أخوه، أخته، أحد المقيمين معه، ماشي. لا، ده ما أعلنوش مع دول، وراح جهة الإدارة سلم الإعلان. يبقى لازم في الحالة دي يبعت جواب مسجل بعلم الوصول في خلال 24 ساعة. يعني أبص أنا بقى أشوف هو كاتب لي رقم جواب مسجل ولا لأ، وتاريخه، والتاريخ بتاعه ما يتعداش ال 24 ساعة إلا إذا كان بيعلن يوم الخميس، فلازم هيبعت الإخطار يوم السبت. أو كان بيعلن قبل الوقفة بيوم، هيبعت الإخطار بعد العيد. أو تصادف يوم عطلة رسمية في اليوم التالي للإعلان. هنخلي بالنا من الحاجات دي مهمة. طيب احنا سلمنا الإعلان، رفعنا الدعوة، خلاص، صور ضعف عدد المعلن إليهم زائد الأصل زائد صورة للجدول، رفعنا الدعوة وخدنا الأصل والصور مختومين، بنسلمهم للمحضرين. المحضرين بتقوم بإعلان الصحيفة، اسمها صحيفة الدعوة أو الدعوة، بتقوم بالإعلان. طيب أعلنت ورحت أنا استلمت الإعلان بتاعي وبصيت فيه، شفت أعلن إزاي وفيه رقم مسجل ولا لأ أو تاريخه، شفت كل حاجة، كله تمام. بنتظر يوم جلستي أروح أحضر وأقدم الصحيفة. ده كده احنا بنتكلم في أمر الدعوة، لكن هو المفترض أن تقدم مع الدعوة عند رفعها المستندات المؤيدة لها ومذكرة شارحة. فإذا الكلام ده جايز مش معمول بيه قوي اليومين دول، ولكن عليك في الجلسة الأولى أن تتقدم، أن تتقدم بمستنداتك التي تؤيد طلباتك في الدعم. طب الإعلان ده رجع بإجابة، بإجابة يعني إيه؟ قال لك بالسؤال عن المراد إعلان وتبين أنه لا يقيم في هذا العنوان. المدعي من مهامه أن يتحرى عن عنوان المعلن إليه، بل ويتحرى أيضا لأن في مشاكل عديدة من أنه على قيد الحياة، أنه على قيد الحياة. طيب الراجل ده قدم الإعلان وسأل، عرف أنه له عنوان آخر، راح كاتب العنوان الثاني وبدأ يعلنه عليه، بذل جهد وفير في سبيل الإعلان، مفيش، بيعمل إيه؟ بيجي يحضر قضية المحكمة، يسلم الإعلان، يقول للمحكمة إحنا أعلناه ولكن مش موجود في العنوان ده، والعنوان ده هو اللي موجود في الأوراق اللي بيني وبينه، أو هو العنوان ده اللي معروف عنه.
المحكمة بتعمل إيه؟ بتأمر بالتحري، بتأمر بالتحري عما إذا كان مقيم بالعنوان ولا لا. إذا تبين أنه كان مقيم وترك إلى مكان غير معلوم يتم الإعلان في مواجهة النيابة العامة. فين؟ النيابة العامة. أنهى نيابة؟ النيابة الذي يقع في دائرتها آخر موطن معلوم للمعلن إليه. هنا المدعي بذل من الجهد الوفير في سبيل إتمام الإعلان وإيصال أمر الدعوة إلى المعلن إليه. ما المادة 70 بتتكلم في إيه؟ 70 مرافعات بتقول إذا لم يتم الإعلان في خلال 3 أشهر يجوز للمحكمة أن تحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. ما هو ممكن يكون الدعوة فيها أكثر من المدعى عليه، ممكن يكون الدعوة فيها أكثر من المدعى عليه، أو حتى المدعى عليه حضر في جلسات لاحقة. المدعي بعد ما رفع الدعوة حط الصحيفة عنده في المكتب وراح يوم الجلسة قدمها. احنا بنطلب أجل الإعلان أو بنطلب أجل لورود الإعلان ولم يبذل أي جهد. أما في الحالة دي القانون اشترط شرط، قال لك بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى إهمال المدعي. وفي ذات الوقت هو ليس وجوبياً، هو تقديرياً للمحكمة جوازي. المحكمة يجوز لها أن تحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن أو لا تحكم لأنه جوازي، بس لابد في حالة أنها حكمت أن يكون ذلك راجعاً إلى إهمال المدعي. طيب المدعي كان رجل كويس وما أهملش وأعلن أو بذل الجهد الوفير في الإعلان حتى تم، أو حتى تم في مواجهة النيابة العامة، خلاص الدعوة بقت في المحكمة. الدعوة بقت فين؟ بالمحكمة. ده كله شغل مين؟ المدعي. ما تيجي بقى نتكلم عن المدعي ليه. المدعي ليه أعلن وراح يحضر الجلسة؟ إذا كان أعلن لشخصه ملوش إعادة إعلان، أما إذا كان أعلن فيه مع أحد تابعيه أو أعلن في جهة الإدارة المحكمة بتأمر بإعادة إعلان، يعني يتعمل له إعلان تاني. طب خلصنا من قصة الإعلانات وحضر المدعى عليه. المدعى عليه كل اللي يهمه أن يدفع تلك الدعوة، عايز يدفعها، والمدعي كل ما يرجوه أن يقضى له في الدعوة لصالحه. يبقى إذن هناك ما يسمى بالدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول والدفع بعدم الجواز. يعني ايه الدفوع الشكلية؟ هي الدفوع التي توجه إلى الإجراءات التي تتم في الدعوة، والهدف هو إسقاط الخصومة، الخصومة دون المساس بأصل الحق. يبقى الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة وتستهدف سقوط الخصومة. يعني مثلا جه المدعي عليه قال لك أنا بدفع ببطلان الإعلان، بدفع ببطلان الإعلان، وبيهدف ليه؟ لأن الإعلان يبقى باطل وأن الخصومة
لا تنعقد إلا بالإعلان، لا تنعقد إلا بالإعلان، لأن الإعلان هو الذي يؤدي إلى إعلام المدعى عليه بأمر الدعوة وموضوعها كله والمحكمة التي تنظرها والتاريخ التي تنظرها فيه. ما إيه الدفوع الموضوعية؟ الدفوع الموضوعية هي الدفوع التي توجه إلى الحق المراد اقتضاؤه. يعني إيه؟ أنا رافع دعوة صحة ونفاذ، أنا رافع دعوة إثبات ملكية، أنا رافع دعوة براءة ذمة، أنا رافع دعوة، ده الموضوع بتاعها. الدفوع الموضوعية هي التي توجه إلى الحق المراد اقتضاؤه من الدعوة بهدف الوصول إلى عدم أحقية المدعي فيه ورفض الدعوة. يبقى الدفوع الشكلية بتوجه لإيه؟ للإجراءات في الخصوم. أما الدفوع الموضوعية بتوجه إلى الحق المراد اقتضاءه. طب الدفع بعدم القبول يوجه لإيه؟ وإحنا عندنا حاجة تاني غير الإجراءات وغير الموضوع. الدفع بعدم القبول بيوجه إلى الوسيلة التي استخدمها المدعي للوصول إلى حقه. هو رفع دعوة كذا، رفع دعوة سماها كذا، لا، الدعوة دي لها شروط معينة، أو الدعوة دي لا يمكن أن تقام بهدف الوصول إلى هذا الحق. القانون قال في الحالة دي يدفع بعدم قبول الدعوة. أولاً عدم قبول الدعوة، الدفع بعدم القبول بيوجه إلى الوسيلة المستخدمة لاقتضاء الحق. الدفع بعدم القبول بيوجه إلى الوسيلة المستخدمة اللي هي الدعوة في اقتضاء الحق. الصفة والمصلحة والأهلية دي شروط أي دعوة أو أي دفع لابد من توافرهم في أي دعوة، دي شروط قبول الدعوة. يعني مثلا واحد مش متوافر في الصفة أو المصلحة هتدفع بعدم القبول، هتدفع بعدم القبول. طيب متى تبدأ الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول؟ الصوت، الصوت لو تكرمتوا. الدفوع الشكلية ما يميزها؟ أنها تدفع جملة واحدة. الدفوع الشكلية تبدأ جملة واحدة وما لم يبدأ ضمنها وقبل الحديث في الموضوع وقبل إبداء الدفع بعدم القبول يسقط. يبقى الدفوع الشكلية يجب أن تبدأ جملة واحدة قبل الحديث في الموضوع وقبل الدفع بعدم القبول. طيب أما الدفوع الموضوعية تبدأ في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، والدفع بعدم القبول يبدأ في أي مرحلة كانت عليها الدعوة. اللي أنا قلته ده في الدفوع القاعدة العامة. أما بالنسبة للدفوع الشكلية اللي قلنا أهم ما يميزها أنها تبدأ جملة واحدة وما لم يبدأ منها يسقط طالما تحدثنا في الموضوع، لكن نقول بقى إيه؟ إلا ما كان متعلقا بالنظام العام، ما كان متعلقا بالنظام العام يمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو يمكن أن يبدأ
في أي مرحلة كانت عليها الدعوة. يبقى الدفوع الشكلية عرفناها، تبدأ جملة واحدة قبل الحديث في الموضوع أو الدفع بعدم القبول. أما الدفوع الموضوعية التي تستهدف التخلص من الدعوة، واحد رفع عليها دعوة برأي زي ما أنا رايح أقول أنا سددت، أنا سددت، واحد رفع عليها دعوة صحة ونفاذ، بقول العقد ده أنا ما مضيتوش، ما عرفش عنه حاجة. واحدة رفع دعوة نفع على جوزها، راح قال دي مش مراتي، نعرفهاش، إلا إذا كان طبعا هناك مستندات رسمية. ويمكن أيضا لبعض المستندات أن يطعن عليها، فمن يدفع دفع عليه إثبات صحته، يدفع دفع عليه إثبات صحته. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا وقلنا ان الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول. طب والدفع بعدم الجواز يعني ايه؟ يعني اذا كانت الدعوة اقيمت قبل ذلك وقضي فيها بحكم نهائي لا يجوز عرضها مرة اخرى على القضاء، وبالتالي يحق للمدعى عليه أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها. يبقى عندنا أربع دفوع، أربع أنواع: الشكلية قلناها، الموضوعية، الدفع بعدم القبول، الدفع بعدم الجواز. طيب أنا عايز أعرف دلوقتي المدعى عليه دفع دفع شكلي والمحكمة خدت بيه، المحكمة خدت بالدفع الشكلي وحكمت في القضية، الحكم بتاعها منهي للخصومة، هل يحق للمدعي أن يطعن بالاستئناف على هذا الحكم؟ نعم، يحق له أن يطعن بالاستئناف على هذا الحكم. طب وما هو أمر المحكمة الاستئنافية؟ ماذا تنظر؟ هتشوف إيه؟ المحكمة الاستئنافية هنا ليس لها أبدا أن تتعرض للموضوع، وإنما تنظر في الحكم بوصفه حكم في الشكل. أما أن تؤيده تقول محكمة أول درجة كانت على حق فيما قضت به، أو تقول الحكم غير صحيح وتلغيه. طب لما تلغيه تنظر الدعوة؟ لا. ليه؟ تحيل الدعوة مرة أخرى إلى محكمة أول درجة. طب ليه بقى؟ لأن محكمة أول درجة ما فصلتش في الدعوة، والتقاضي في مصر على درجتين، فلو فصلت فيها يبقى فصل في الدعوة على درجة واحدة، فصل في الدرجة على إيه؟ على درجة واحدة. يبقى إذا قضي في الشكل وطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بإلغاء الحكم، وجب عليها أن تعيد الدعوة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، ولا تمس الموضوع بأي شيء. محكمة الاستئناف، نعم، طلبات العارضة، طلبات العارضة والدعوة الفرعية مادة 126 مرافعات، بتتكلم بتقول أن كل من له مصلحة في أن يتقدم بطلب أو بدعوة فرعية، وكان له صفة وكانت لديه الأهلية،
أن يقدم طلباً عارضاً أو دعوة فرعية إذا كان طرفاً في الدعوة. طب إذا كان مش طرف في الدعوة هل يحق لي أن يتدخل في الدعوة؟ نعم يحق له أن يتدخل في الدعوة. يعني ألف رفع دعوة على ب، الراجل باع الشقة لواحد تاني، الواحد التاني ده به راح رفع دعوة صحة ونفاس أو دعوة تسليم، وهو في الأصل عايز يخرج الشقة دي مراته اللي هو زعلان منها هي والأولاد ما يقعدوش فيها، هي مش طرف في الدعوة لكن من حقها تتدخل في الدعوة تدخلا هجوميا بطلب الحكم ليها بالشقة، ده اسمه التدخل. التدخل قلنا نوعين، هجومي، والتدخل الهجومي هو أن يتقدم المتدخل بطلبات ضد المدعي والمدعى عليه، ده تدخل هجومي. أما تدخل الانضمامي بيتدخل منضما إلى أي من أطراف الدعوة. هنا في نقطة مهمة جدا، التدخل الهجومي لا يمكن إلا إذا كان إذا كانت الدعوة أمام محكمة أول درجة، أمام أول درجة. أما تدخل الانضمامي يجوز أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة. خلي بالكم دي أولى ثانية، دي مهمة أوي. التدخل نوعان، تدخل هجومي وتدخل انضمامي. التدخل الهجومي لا يجوز إلا إذا كانت الدعوة أمام محكمة أول درجة. أما التدخل الانضمامي يجوز أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة تاني درجة. يعني معنى كده لو واحد رفع دعوة أمام المحكمة الكلية وصدر فيها حكم واللي صدر ضده الحكم استأنف أمام الاستئناف العالي، وفي واحد جاي لي من بره يقول لك أنا بتدخل في الدعوة تدخلا انضماميا للمستأنف، أو بتدخل في الدعوة تدخلا انضماميا للمستأنف ضده، هل يجوز؟ نعم يجوز. إن إيه؟ مفيش طلبات جديدة. إن مفيش إيه؟ طلبات جديدة. أما التدخل الهجومي زي ما قلنا إن المتدخل الهجومي بيطلب طلبات ضد طرفي الدعوة المدعى والمدعي عليه، بيطلب الحكم لنفسه بكذا وكذا، ده ضد المدعي، ضد طلبات المدعي وضد طلبات المدعي عليه، فده طلب جديد فلا بد وأن يقضى فيه على درجتين. عشان كده ما ينفعش تدخل هجومي أمام محكمة تاني درجة. فاتنا نقطة مهمة جدا واحنا بنتكلم في الاختصاص، قلنا أن المحاكم الجزئية بتختص بنظر القضايا التي لا تزيد قيمتها عن 40,000 جنيه، والمحاكم الكلية بتنظر الدعاوى اللي هي بتزيد عن 40,000 جنيه. لكن في هنا استثناء، ايه هو الاستثناء؟ المحاكم الجزئية تنظر بعض القضايا مهما كانت قيمتها، في استثناء على المادة. المحكمة الجزئية تنظر بعض القضايا مهما كانت قيمتها، زي ايه؟ زي دعوى صحة توقيع، زي دعوى فرز وتجنيد، زي دعوى
التسليم إذا كان طلب التسليم طلباً أصلياً، أما إذا كان طلب التسليم طلباً إضافياً أو طلباً ملحقاً بطلباً آخر، يبقى بنشوف الطلب الآخر ده الاختصاص بتاعه فين. يبقى صحة توقيع، دعوة صحة توقيع، دعوة فرز وتجنيب، دعوة التسليم، دعوة وضع الحدود، بس بشرط ألا تكون الملكية متنازعا عليها. ألا تكون الملكية، يعني أنا عندي حتة أرض وجاري عنده أرض، الراجل بقى كل سنة هو بيحرث الأرض، عمل إيه؟ يخش على الأرض بتاعته أو ينقل الحديد. فأنا رفع دعوة وضع حدود، الدعوة دي من اختصاص المحكمة الجزئية. أما إذا كان الملكية بتاع الراجل اللي رفع الدعوة ده الملكية بتاعته متنازعا عليها، ما تنفعش في المحكمة الجزئية، يبقى تبقى اختصاص محكمة كلية. الكلام ده هيوصلنا لنقطة تانية. قبل ما نكمل النقطة التانية، طب ازاي حاضر، دعاوى الأجور والماهيات من اختصاص المحاكم الجزئية، دعاوى المياه من المحاكم الجزئية ترفع عام المحاكم الجزئية. يبقى الاستثناء الوارد على المادة الخاصة بالاختصاص القيمي، الاستثناء أن المحاكم الجزئية تختص بالدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 40,000 جنيه، وتختص بالدعاوى الآتية مهما كانت قيمتها: دعوى صحة توقيع، دعوى فرز وتجنيب، دعوى التسليم إذا كان طلب التسليم طلباً أصلياً، دعاوى وضع الحدود إذا لم يكن هناك نزاع على الملكية، دعاوى المياه، دعاوى الأجور والماهيات. طب أنا رفعت الدعوة قدام المحكمة الجزئية، جه حد يتدخل في الدعوة أو في طلب جديد يتقال في الدعوة، والطلب الجديد ده تختص بيه المحكمة الكلية، تعمل إيه المحكمة الجزئية؟ بقى عندها دلوقتي الدعوة الأصلية دعوة تختص بنظرها، ولكن قدم أمامها أثناء نظرها الدعوة طلباً من اختصاص المحكمة الكلية. أمام المحكمة الجزئية خيارين: أما أن تحيل الدعوة برمتها إلى المحكمة الكلية لأنها تملك الأقل وتملك الأكبر، ما يملك الأقل يملك الأكبر، أو ما يملك الأكبر يملك الأقل، أو تفصل في الدعوة الأصلية ثم تحيل الطلب الآخر إلى المحكمة الكلية، بس بشرط ألا يضير ذلك بالعدالة. يعني إذا كان الطلبين مرتبطين مع بعض ارتباط لا يقبل التجزئة، ما ينفعش أفصل في ده إلا لما أفصل في ده، يبقى هنا لو فصل هيضير العدالة، يبقى بيعمل إيه؟ بيحيل الدعوة إلى المحكمة الكلية. أما إذا كان فصله في الدعوة الأصلية لا يسبب ضرراً أو إضراراً بالعدالة، فله أن يفصل في الدعوة الأصلية ثم يحيل الطلب اللي مش داخل في اختصاصه إلى المحكمة الكلية. انتوا بتستفيدوا ولا لا؟ يعني عندكم استعداد تسمعوا؟ طيب الأستاذ راشد الجندي الزميل الفاضل عضو المجلس لديه ارتباط ويرغب قبل أن ينصرف أن يوجه إليكم التحية
من خلال كلمات. فهستأذنكم أقطع المحاضرة ونقول له تفضل. بداية أنا سعيد جدا أن أنا بين أساتذة كبار إن شاء الله بإذن الله، وبأكد لحضراتكم أني منفصل باسمي بعد ما أبقى إن شاء الله مقيد ابتدائي ولي حق فتح المكتب، أو هشتغل لدى زميل محامي في مكتبه. الأمر الأولاني وفي عجالة كده عشان أنا عارف أن الوقت اتأخر على حضراتكم، اللي هيشتغل محامي ويفتح المكتب باسمه لازم يتبع الحاجات دي، لأن المواضيع دي أو الموضوعات دي اللي بتكلم فيها مع حضراتكم في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. ويمكن الدافع أن أنا أقول لكم الكلام ده أن أنا رئيس لجنة تأديب المحامين على مستوى الجمهورية، وبتعامل مع حضراتكم أنكم أساتذة كبار ومن منطلق الحرص عليكم وعلى مستقبلكم إن شاء الله. اللي هيفتح مكتب باسمه وارد يجيله واحد عشان يرفع قضية، مع إيصال أمانة، مع أي شيء، مع أي متنقلات زوجية، مع أي حاجة. لاحظوا الكلام ده كويس واستوعبوه كويس. إيه هو المطلوب منكم؟ لازم يصور المستند اللي جايبه لكم، لازم يصور المستند اللي جايبه لحضراتكم في المكتب، ويمضي هذا المستند مقدم مني وتحت مسؤوليتي وبخطه بخطه. ليه؟ وارد يكون المستند ده مزور، وارد يكون المستند ده مش صحيح، فيرجع بعد كده لما يضاق عليه الخناق ها يقول لك والله انا ما عملتش الكلام ده، ده اللي عمله المحامي. فدي تدخلني تحت دايره التقسيم والتجريم في الشق الجنائي وفي الشق التأديبي في نقاط المحامين. دي جزئية، وياريت ياريت كل حضراتكم تبقوا مستوعبين الكلام ده. طيب لو أنا شغال في مكتب محامي إيه المطلوب أعمله؟ جرت العادة أو الأصل في الأمور أو اللي كان متبع قبل كده إن في حاجة اسمها نوتة بيوزعها علي السيد الزميل المحامي اللي أنا بتدرب في مكتبه، بيديني نوتة. كان قبل كده النوتة دي بتبقى مكتوبة خلاص، وبيقول لك بخط ايده المحامي اللي انت شغال في مكتبه روح احضر في القضية الفلانية دي وقر لي بالتصالح خلاص. دي مسألة في منتهى الخطورة لو انت ما اتبعتش الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. ليه؟ النهاردة وارد انك انت تروح تتصالح في ايصال امانة او في شيك او في اي شيء من هذا القبيل، اي منقولات، اي شيء فحواء مادي، ان انت تروح المحكمه ومعاك التوكيل وتقرر بالتصالح. طيب وارد ان يبقى في خلاف بين الموكل او المتقاضي والاستاذ المحامي، اخذ الفلوس ما ردهاش ما رجعهاش، وده في حاجات انا بمر عليا في خلال عملي في التاديب. المطلوب منك الاتي: ما ينفعش يكتب لك على الدوسيه روح احضر في الجلسه دي وقرر في التصالح، تقول له لا يا استاذي لو سمحت اديني نوته مكتوبه. ليه؟ لان ممكن لما يبقى في خلاف بين المتقاضي والمحامي اللي انت بتتدرب عنده يقول لك انا ما استلمتش فلوسي وما خدتش الفلوس اللي هي في اصل الدعوه المنظوره او المطروحه او اللي انت رحت حضرتك فيها واقريت بالتصالح، يبقى معناه ان الكلام ده كله انت اللي خدته. توكيل خاص حضرتك، التوكيل الخاص بيبقى بتاعك انت ولا بتاع المحامي اللي انت بتتدرب عنده؟ بيبقى بتاع المحامي اللي انت بتتدرب معاه. ايه يا بيه؟ واحيانا بتوزع نوتة. الاقرار والتصالح في التوكيل العام يا استاذ، التوكيل الخاص ده ها، التوكيل الخاص ده اللي بتتقدم فيه للنيابة العامة ها في جزئية تم فيها التصالح والتخالص طبقا لقانون الإجراءات بعد ما يصدر فيها حكم نهائي، بعد ما يصدر فيها سواء كان حكم أول درجة أو تاني درجة. إنما أنا بكلم على حضرتك المحامي اللي أنت بتتدرب عنده، أنا عندي مواضيع منظورة والكلام ده، إنما التوكيل الخاص اللي أنت بتتكلم عليه ده حضرتك بيبقى في المواضيع اللي صادر فيها حكم وعايز يتم فيها التصالح طبقا لقانون الإجراءات لازم يبقى توكيل خاص. ده انما
يا بيه في محامين كده يا بيه، مش انت اول حاله، في محامين كتير كده، في موضوعات عندي انا كده في التاديب. حضرتك في موضوعات، في موضوعات بيتم فيها الحضور والإقرار بالتصالح بالتوكيل العام، لأن التوكيل العام يشمل، والإقرار بالصلح خلاص زي ما بتنكر أو تجحد. يا أستاذ الفاضل، مش كل المواضيع قايمة المنقولات ما بتبقاش عايزة توكيل خاص، قايمة منقولات الزوجية ما بتبقاش عايزة توكيل خاص، بالتوكيل العام بتمشي. احنا بنقول لك والكلام عايز تعمل بيه خير وزين، مش عايز تعمل بيه انت حر، ماشي خلاص ماشي بيه. فيا ريت ماشي بيه، ما انا بوضح لحضرتك يا بيه، ما انا بوضح لسيادتك يا بيه. المطلوب من حضرتك انك تعي جيدا الكلام اللي انا بقوله لحضرتك. اذا كان هيديني نوتة اروح احضر واقر بالتصالح، ها، ومعايا توكيل عام مش توكيل خاص، والتوكيل الخاص حضرتك التوكيل الخاص بيبقى صادر لصاحب المكتب او الاستاذ صاحب المكتب اللي انت بيبقى موجود، وغالبا نادرا ما يبقى اسمك انت في التوكيل، نادرا. وحتى لو موجود في التوكيل، حتى لو موجود اسمك في التوكيل، ما دي مصيبة اكبر وافظع. ليه؟ لانك انت لو رحت بالتوكيل الخاص واقريت بالتصالح ماشي خلاص، ده معناه ان قيمة الشيك او قيمة الايصال او المنقولات الزوجية او كل ما يرتبط باسلوب او باشياء مادية انت اللي استلمتها. فلازم انت تحوط نفسك او تحتاط، بتاخد ورقة من السيد الاستاذ اللي انت شغال معاه في المكتب ان انا دوري اني احضر واقر بالصالح ولم اتسلم اي شيء، عشان وارد يبقى في خلاف زي ما بقول لسيادتك بين الموكل والمحامي اللي انت شغال في مكتبه، وبعد كده يرجع. وانا بكلم سيادتك من مواضيع اصلا قدام مني في التاديب، ماشي بيه. كل الامنيات الطيبه لحضراتكم، سعيد جدا ان انا مع حضراتكم، ويعني ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم ثاني وثالث ان شاء الله باذن الله تعالى، واشوفكم ان شاء الله من المحامين الكبار جدا جدا. وشكرا للاستاذ صلاح سعد. اقمنا الدعوه، الأول عرفنا نكتبها، أقمناها وعرفنا عدد صورها وأديناها المحضرين وأعلناها، ولو تقاعسنا في الإعلان عرفنا المدعى اللي يعمل إيه عشان يتخلص منها. بدأت الدعوة تشتغل عندما تم إعلام الخصوم بأمر الدعوة. هنا في سؤال، متى تبدأ الدعوة؟ طب ومتى؟ يبقى إذن الزميلة بتقول تبدأ الدعوة بمجرد إيداع صحيفة الدعوة قلم كتاب المحكمة، هذا صحيح. طب متى تنعقد الخصومة؟ تنعقد الخصومة بتمام الإعلان الصحيح، بس في هنا استثناء. كان زمان الرجل المؤجر، عارفين المؤجر؟ بيأجر مكان لمستأجر، والمستأجر يتأخر في سداد القيمة الإيجارية، وقبل ما يتم الشكل، ومتى يكتمل الشكل؟ متى يكتمل الشكل؟ بالإعلان وإعادة الإعلان بتنعقد الخصومة بتمام الإعلان الصحيح، يعني بإعادة الإعلان. فالمستأجر بيتأخر، وأول ما تترفع عليه الدعوة يروح يدفع الفلوس أو يبعت إنذار. المشرع فطن، بس ما فطنش لوحده على فكرة،
فطن بناء على توجيه احد السادة الزملاء المحامين. محامي جه في الاستئناف وقال لي قال ان المؤجر يستفيد من العين المؤجرة القيمة الإيجارية، والمستأجر يستفيد من الإقامة أو إقامة نشاط في العين المؤجرة، فلا يجوز للمستأجر أن يكون دائم التأخير لأنه يعطل مصالح المؤجر. فإذا كانت ما هو بقى القانون برضو قال إيه؟ قال إن عندما تقام دعوة بالإخلاء ويقوم المستأجر بالسداد تعتبر تلك سابقة عليه، سابقة زي واحد كده ارتكب جريمة وحطوا له سابقة، بس دي سابقة بقى في الإخلاء، سابقة في الإخلاء. فيجي المؤجر يرفع دعوة إخلاء لتكرار التأخير، الراجل على طول أول ما يروح له الإعلان تاني يوم يسدد. المحامي قال إيه بقى في صحيفة الاستئناف؟ قال اللي أنا قلته ده، محكمة النقض لقيت إن الكلام ده وجيه قوي، بس محكمة النقض عندها مبدأ، عندها مبادئ ماشية عليها، إن الخصومة بتنعقد بتمام الإعلان الصحيح، يعني بالإعلان وعادة الإعلان. الله، طب هي هو القانون في خدمة مين؟ في خدمة المجتمع وتنظيم العلاقات بين أفراده وبين الأفراد والجهات. محكمة النقض لقيت إن الكلام اللي بيقوله الأستاذ المحامي مخالف لمبادئ محكمة النقض، بس الكلام وجيه. عملت ايه؟ في دايرة في محكمة النقض اسمها الهيئة العامة، اسمها ايه؟ الهيئة العامة. لما محكمة النقض تلاقي ان هناك مطاعن على الحكم وترى وجاهتها وحسنها وقدرتها على تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع ولكنها تخالف مبدأ من المبادئ التي تسري عليها، بتحيل الطعن إلى دائرة الهيئة. دائرة الهيئة دي مكونة من إيه؟ من كافة رؤساء محكمة النقض، يقعدوا يدرسوا الموضوع، يقول لك هو إيه الموضوع ده، يدرسوه ويطلعوا، يا إما يطلعوا مبدأ جديد إذا اقتنعوا أو ما يطلعوش مبدأ جديد. عجبهم قوي الكلام بتاع المحامي وقالوا والله ده بيحقق العدالة وبيمنع الجور وبيجعل أفراد المجتمع ملتزمين تجاه بعض. فدت حكم ممتاز وقالت أن الخصومة تنعقد في دعوى التكرار، في دعوى الإخلة للتكرار بمجرد إيداع صحيفة الدعوة في المحكمة. يبقى في تلك الدعوة تبدأ الخصومة وتنعقد بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب. فكده ما اديناش فرصة خالص للمخالف أن يستفيد. دعوى الإخلاء للتكرار، تكرار التأخير في زيادة الأجرة، تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوة قلم كتاب المحكمة، وهذا استثناء على باقي القضايا. يبقى القاعدة العامة أن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح، يعني الإعلان وإعادة الإعلان. طب ما ممكن ما يبقاش في إعادة إعلان،
امتى؟ اذا كان المعلن اليه اعلن لشخصه. اذا كان المعلن اليه اعلن لشخصه ما فيش عاده اعلان، تبقى انعقدت الخصومه خلاص. اما اذا كان يعني ما اعلنش لشخصه واعلن مع احد تابعيه، مع احد تابعيه او في جهه الاداره، يبقى لابد من اعاده اعلانه، لابد من اعاده اعلانه. طيب الاستثناء هنا في دعاوى الاخلاء للتكرار، انا نحفظها كده، هي حاجه جديده وممكن يكون فيه ناس مش عارفينها، لكن خلينا احنا عندنا ايه السبق من واحنا لسه. احنا اصلا انا بعتبركم طلائع الامه وفخر نقابه المحامين، فانتوا لازم تكون قد ده. فده استثناء، ده استثناء على قاعده انعقاد الخصوم. طب هل ممكن يعني انا رفعت الدعوه وبعدين كده اتصل بالتليفون بالمدعى عليه اقول له انا رفعت عليك قضيه تنعقد الخصومه؟ طيب المدعى عليه عرف المحضر قريبه، ولا هو كل شويه كده يروح يكشف في المحكمه؟ كشف في الجدول بتاع المحكمه، تبين له ان هناك دعوه مرفوعه عليه وخد شهاده، هل يعتبر علم بامر الدعوه وخد شهاده من المحكمه بان في قضيه رقم كذا يوم كذا وقدام محكمه كذا، هل يعتبر ذلك اعلاما له بامر الدعوه؟ لا. ليه؟ لان القانون رسم طريقا لا بديل له، طريقا لا بديل له، وهو الإعلان. يعني إذا كان عرف بأي شكل آخر لا يؤثر ولا تنعقد به الخصومة. ماشي؟ مواعيد الإعلان. نعم؟ لا مش سامع. مواعيد مواعيد المسافة في 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 الطعون، في الطعون وفي الإعلان، في الطعون وفي الإعلان، والمسافات بتختلف على حسب المسافات. يعني مش مثلا يعني أنا هعلن الأستاذ حسين في الأليوبية في بنها زي ما هعلن واحد في هنا. طيب انا هعلن واحد خارج البلاد، واحد خارج البلاد، واحد خارج البلاد ده لازم يكون الاعلان فيه 60 يوم، يعني المحكمة تأجل لي اكتر من 60 يوم. طب بيتم ازاي؟ اخذ الاعلان واركب طياره واروح اعلنه؟ طبعا لا. امال اعمل ايه؟ بيعلن عن طريق النيابه العامه، النيابه العامه بتبعته عن طريق الجهات الدبلوماسيه. طب ده الكلام ده في ايه بقى؟ الكلام ده في صحيفه الدعوه. يعني واحده ست عايزه ترفع دعوه نفع على جوزها، هو الراجل قاعد في السعودية، قاعد في الكويت، رفعت الدعوة وقالت انه مقيم بره، وقلم الكتاب حدد لها جلسة بعيدة عشان تعلم بالخارج، راحت سلمت الإعلان في النيابة، النيابة بتبعت الإعلان وبيرجع الإعلان يقول لك تم الإعلان نجم، وتبدأ الخصومة تنعقد، ما فيش إعادة إعلان هنا، ما فيش إعادة إعلان.
المشرع قال كده، المشرع مش احنا. بعد ما اعلننا الصحيفه ووردت معلنه بالطرق الدبلوماسيه، حضرنا الجلسه قدمناها، انتهينا في الدعوه الى حكم. انتهينا في الدعوه الى ايه؟ الى حكم. الحكم لا بد وان يعلن، الحكم لا بد وان يعلن للشخص او في محل اقامته. عندنا دلوقتي مشكله، حاليا عندنا مشكله، هناك كثير من الاحكام التي صدرت من المحاكم وكانت الصحف قد اعلنت وانعقدت الخصومه وصارت في اجراءاتها الى منتهاها، وصدرت فيها احكام دون ان يمسل المدعى عليه بالجلسه. متى يبدا ميعاد الاستئناف؟ يبدا ميعاد الاستئناف من تاريخ اعلان الحكم. واين يعلن الحكم؟ لشخصه او في محل اقامته. يعني ايه لشخصه؟ يعني ان شاء الله قابله في الشارع. محل اقامته يعني ايه؟ العنوان اللي مقيم فيه. يستلموا بقى زوجته، ابنه، بنته، اخوه، المقيمين معه. لو ما حصلش الاعلان بهذا الشكل مش هقدر اجيب شهاده بعدم حصول استئناف، ولو جبت حتى الشهاده بعد فوات المواعيد مش هستلم الصيغه التنفيذيه. الكلام ده طبعا ما عدا الاحكام في احكام الاسره لانها مستعجله وتنفذ مجرد صدورها. لا، والمشرع حريص على الاسر طبعا، على الزوج طبعا. انا بقول الجمله دي ليه؟ لان انا قلت المثال على الزوجه والزوج. اما نفترض انها دعوه اخلى وخدت حكم انا على الراجل ده، بس الراجل ده ما حضرش ولا جلسه، وجيت اعلنه، كل ما اعلنه تيجي لي اجابه ده مش مقيم، مش مقيم، مش مقيم، مش موجود. اعلنه في جهه الاداره، يا محكمه اديني صيغه تنفيذيه. لا، هنا بيتكلموا في ايه بقى؟ في العلم اليقيني. انت رفعت الدعوه وانعقدت الخصومه ومشيت الدعوه في طريقها وصدر حكم، هتروح تنفذ الحكم بقى، وهناك احتمال ان يكون ليس هناك علما يقينيا لدى المحكوم عليه. لا، لا يمكن، لابد ان يكون هناك علما يقينيا. تلك المساله سببت المشاكل الكثيره وكانت عارضا لاستلام من صدرت لهم احكام بهذا الشكل. محكمه النقض من شهرين قالت ايه؟ قالت طب واحنا بقى كده الاحكام هتفضل كده؟ لا، اذا استطاع المدعي اللي صدر له الحكم، اللي صدر له الحكم ان ياتي بما يفيد أن المحكوم ضده قد علم علما يقينيا بهذا الحكم، تبدأ مواعيد الاستئناف بهذا الإعلان. طب هيجيب ازاي؟ خليكم فاكرين الحتة دي. نرجع لورا شوية، نرجع لورا شوية. احنا لما قلنا ان لما بتروح تسلم الإعلان للمحضرين علشان يعلن الدعوة وراح ما لقاش حد في البيت، فبيسلم فين؟ في جهة الإدارة، وبيبعت جواب مسجل، مش كده؟ طب لو رحنا الاسم وجبنا شهادة بإن الراجل راح الاسم واستلم الصورة الإعلانية، ولو رحنا البريد
وجبنا من البريد ما يفيد ان الراجل ده استلم الجواب، يبقى الراجل ده عالم علما يقينيا. فاذا كنا لسه الدعوه شغاله متداوله قدام المحكمه وكان المدعى عليه جه وقال لك انا بدفع ببطلان الاعلان، ده دفع شكلي، خلي بالكم ده دفع ايه؟ شكلي، انا بدفع ببطلان الاعلان، المدعي يقول له طبعا حضوره، يعني هناك من الحضور للمدعى عليه ما يصحح البطلان، ولكن حضوره لا يصحح كل البطلان. سؤال بعد اذنك. اتفضل. سؤال بعد اذنك. نفترض المحضر راح يعلن، والمحضر طبعا خلي بالك السؤال اللي انا بقوله ده، ده المحضر لما يكون ما عندوش ضمير يخرب الدنيا. المحضر راح وقال ان انا انتقلت لمنزل المعلن اليه وبمخاطبته رفض الاستلام. رفض دي بقى استنى بيه يا نبي، اسمعنا بيه، رفض الاعلان دي مشكله، رفض الاعلان يبقى هنا التصرف ايه؟ رفض الاعلان، رفض استلام الإعلان. رفض الاستلام وكان شخصه شخص المعلن إليه ليس له اعاده اعلان، وتلك مساله تقديريه يقدرها القاضي، فاذا ما اقتنع بالاعلان انعقدت الخصومه وليس هناك اعاده اعلان. واذا كانت المحكمه لم تقتنع بالاعلان قررت إعادة الإعلان بأصل الصحيفة مرة أخرى. جه نفس الإجابة. نفس الإجابة. إيه اللي بيحصل؟ وما حضرش المدعى عليه. ما حضرش. المحكمة تعتبر أن هذا إعلاناً لشخصه. تعتبر أن هذا الإعلان إعلاناً لشخصه. وإعلان بأصل الصحيفة. ده الصحيفة، الدعوة شغالة. أما بقى في الحكم، أنا خدت حكم خلاص، وعايز أجيب الصيغة التنفيذية عشان أنفذ. عايز اجيب الصيغه التنفيذيه عشان انفذ. هنا بقى لو استطعت ان انا اجيب ما يفيد، ما هو راح له برضه باعلان الحكم، ملقاش حد وسلم الاعلان في جهه الاداره وبعت له جواب في خلال 24 ساعه، لو استطاع ان ياتي بما يفيد انه استلم الاعلان من القسم شهاده، او استلم الاعلان من البريد، يبقى هنا تحقق العلم اليقيني بأمر الحكم وبالحكم، وتبدأ مواعيد الاستئناف من تاريخ الإعلان، ولما يفوت 40 يوم من تاريخ الإعلان يقدر يستلم الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية ويقوم على تنفيذه. النقط دي احنا لما بنتكلم مع حضراتكم ما بنتكلمش الكلام التقليدي وبس، لا، ده بنقول الكلام العملي واحدث شيء وصل ليه. يعني النقطه بتاعت العلم اليقيني دي، ده حكم ناقض لسه طالع من شهرين. الاستثناء على قاعده انعقاد الخصومه في دعوى الاخلال للتكرار، الحكم ده طالع من الهيئه صحيح بقاله كذا سنه، بس يعني ايه، ربما أن بعض زملائنا في المكاتب، ربما هناك من يعلمه هناك من لا يعلمه، ودي مهمة أخرى، لما بيكون الحوار في حجرات المحامين بعيدا عن أي شيء آخر غير القانون، عندك موضوع تقعد تسأل أساتذتك على الترابيزة، وعندي موضوع كذا وموضوع كذا، هتلاقي حد يقول لك معلومة جديدة أو حكم نقض جديد أو إلى آخره، تعرف الجديد. أما نقعد في أوضة المحامين نهزر مع بعض ونهرج مع بعض والكلام ده كله، وقاعدين نشرب شاي، إحنا جايين من الجلسة زي ما يكون كنا في الجلسة بنحارب ولا حاجة. لا لا. الاستراحة الهدف منها أن يتداول السادة المحامون صغيرهم وكبيرهم في أمور القانون، وأن يسأل من لا يعرف حتى يستطيع الأكبر أن يمد الأصغر
بما لديه من علم حتى تستمر رسالة المحاماة في التطور. اثنين، النقطة دي وصلتني لازم أقول حاجة أستكمل بيها ما كان يتحدث فيه زميلي الأستاذ راشد. كل واحدة في حضراتكم لما تيجي تنادي على زميلتها في المحكمة أو في أوضة المحامين، يا أستاذة، وبلهجة مستحبة، الزميل يا أستاذ مش يالا، لا ده وكلام نيابة، ما بيقولوش لبعض غير يا فلان بيه، لدرجة إن بقت على لسان كنتو المحضر عند مين؟ عند فلان بيه. بقولش هما بس اللي بيقولوها، بين احنا اللي بنقولها كمان. طب احنا هم اجدع مننا؟ لا، انا قلت لكم في بدايه حديثي ان رئيس محكمه النقض في الاحتفال بافتتاح محكمه النقض في سنه 31 دعا المحامون اولا للدخول، ثم دعا القضاه، فغضب القضاه، لما تدعو المحامون اولا وتلك محكمه النقض ونحن قضاة؟ فقال السيد المستشار الجليل الكبير العلامة عبد العزيز باشا فهمي، قال أن المحامون يتكبدون جهدا كبيرا في سبيل دعواهم، ويقومون بالبحث والتحري وصولا للحق وتأييدا للعدالة، ثم يقدمون ذلك للقاضي سواء كان المدعي أو المدعى عليه، والقاضي مهمته أن يرجح قول أي منهم، فالمحامي مبدع والقاضي مرجح. فعشان كده اعرفوا قيمتكم واعرفوا يعني الله. هو لما ملك فرنسا يقول إن لم أكن ملكا لوددت أن أكون محاميا، يعني إيه؟ يعني قيمة المحاماة عندهم قد إيه؟ إحنا أقل منهم؟ لا، ده إحنا عايزين من النهاردة نادي زميلتك، نادي زميلك بأستاذ، ولا تخاطبه إلا بأحسن الألفاظ. احنا بقينا نتقول اهو، بقينا نقول ان النيابه بينادوا البعض يا فلان بيه، طب الدستور ادانا حقنا، وقال لك ايه؟ ان المحامون شركاء السلطه القضائيه في ايه بقى؟ في تحقيق العداله، وايه تاني؟ وسياده القانون، وافرد للمحامون وحدهم وليس القضاة الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم. إذن أنتم الأساس، أنتم الأساس في تحقيق العدالة وفي تحقيق الاستقرار في بلدك. ومش هنسى، مش هنسى الجمل اللي قالها الأستاذ حسين في بداية تلك المحاضرة: ما يحيق بمصر من مؤامرات، ومؤامرات تدور في العالم كله، والقوي يستهدف الضعيف، وأول قوة نستطيع أن نستعين بها أولاً الاعتماد على الله، ثانياً أن نعتمد على أنفسنا، وأن نحقق العدالة في بلادنا، وليس بمستغرب. فأنتم أسلاف العظماء. كان زمان الوزارة كلها محامين، لا في مهندس ولا في طبيب ولا 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 ولا، كلهم محامين. زي دلوقتي ربع الوزارة يا مر. بعد كده احنا عشنا بقى وشفنا، كانت
باب حجرة المحامين في محكمة باب الخلق لسه موجودة وشاهدة على ما أقول. عندما يغلق باب حجرة المحامين تحل الوزارة، تحل الوزارة. إيه ده؟ هم دول محامين؟ آه. أمال إحنا وصلنا للحد اللي إحنا فيه ده ليه؟ مين اللي وصلنا؟ في حد وصلنا ولا إحنا وصلنا نفسينا؟ إحنا وصلنا نفسينا. إذن ليس بعيب أن أكون على القمة ثم أهبط، وإنما العيب أن أقول لنفسي أنك لا تستطيع الصعود مرة أخرى، فعلينا أن نصعد إلى القمة مرة أخرى، ولا فرق بين محام ومحامية. عاشت مصر وعاشت نقابة المحامين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.